بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو التالت ده عن شابتر 2 اللي هو الماثيماتيكال اندكشن، الاستنتاج الرياضي. طيب عندنا كان حاجتين بس كده بساط بيجوا ممكن في اكمل او كده. السميشن للداله دي مثلا جي ايكوال تو لحد الاربعه. فالسميشن هنعمل ايه؟ هنعوض عن كل جي من 2 لحد الاربعه، 2 و3 و4، وبينهم علامه زائد عشان ده سميشن. طب الباي نفس الكلام، هنعوض عن كل جي ب2 بس بينهم علامة الضرب. ماشي. طيب البرنسبل اوف ماثيماتيكال اندكشن يعني خطوات ان لما يكون عندنا يعني كونجكتور. يعني ايه كونجكتور؟ يعني عندنا مثلا جزء هنا وجزء هنا وبينهم علامة يساوي، يبقى عاوزين نثبت ال left hand side equal hand right hand side. ازاي؟ هنمر بثلاث خطوات. ايه هم؟ اول خطوة ان لازم اثبت ان الكونجكتور ده صالح لما بتكون ال n equal 1. prove that ال s اللي هو ال s n اللي هو اسمه كونجكتور holds for n equal 1. تاني نقطة، suppose that the s n الكونجكتور holds for n equal k. يعني الخطوة التانية دي افتراضية من عندي، هنعوض عن ال n equal k. مش هنعوض، عاوز تتأكد عوض انت بأي رقم، 5 بأي رقم عندك. يبقى أول خطوة لازم أعوض بالواحد. الخطوة التانية هعوض عن ال n equal k، ومش لازم أعوض برقم محدد، بس أكتب أشيل ال n وأحط k. هنشوف في المسائل. الخطوة التالتة n equal plus 1، لازم أثبت إن we must prove that ال conjecture holds for n equal k. طب لو ال S n holds for n equal، يعني لو أثبتنا الخطوة الثالثة دي، فإذا إن S n holds for all القيم بتاعة n. طيب هتبان أكتر بأمثلة. إزاي؟ طيب prove that إن ال S الكونجكتور ده is true. تمام؟ قال لك إن إيه؟ 1 زائد 2 زائد 3 لحد ال n equal n في n plus 1 على 2. تمام؟ طيب we prove that ان الكونجكتور ده is true for n equal 1. هنعوض عن لما ال left hand side ب 1، فهو فعلا عند واحد كان ب 1، وهنا اهو هنشيل ال n ونحط 1. 1 زائد 2، 1 زائد 1 ب 2، في 1 ب 2، 2 على 2 equal 1. يبقى اذا ال left hand side equal ال right hand side equal 1. طب ايه هي ال n دي؟ ال n دي هي الرتبة بتاعت كل عام، يعني بتاع كل element انه، يعني ده رتبته n، ده رتبته n، ده رتبته n. يعني لما ال n كانت ب3 فهو كانت ب3. طب ايه ده؟ ده السمشن بتاعهم كلهم. يعني مثلا هنا لو ده لحد ال3، فالمفروض ان لما هعوض عن ال n ب3 هيطلع 1 زائد 2 ب3 زائد 3 6. فلما اجي اعوض ب3 فيبقى 3 زائد 1 ب4، 4 في 3 ب12، على الاثنين فيها الستة، فهو مجموع أول ثلاثة أو ثلاث أرقام دول. تمام؟ لكن ده فده رتبة الرقم. طيب إحنا عرفنا الفرق بين ده وبين ده، بين الرايت سايد والليفت سايد. ماشي؟ طيب تاني خطوة إن هحط كل إن بكي، فواحد زائد اتنين زائد تلاتة زائد الكي، وهنشيل الإن ونحط كي. لازم هنتأكد بدي استرو، فأنت بمخك كده عوض عن الكي مثلا وليكن ب4، شوف هيطلع ايه. تمام؟ طيب we must prove that ان ال 4n equal k plus 1 is true. يعني هنا اهو احنا كنا بنقول هنشيل ال n ونحط k plus 1. شيل ال k دي دلوقتي، شيلها، انا هحطها للتسهيل بس. فانا هشيل ال n احط مكانها k plus 1، فاكيد لوجيك ان اللي قبل ال k plus 1 فهو ال k. طيب هنقول يساوي، نشيل ال n اهي، يعني كانت الاول اهي، هنشيل ال n دي ونحط مكانها k plus 1، ونشيل ال n دي مكانها ونحط مكانها k plus 1. فk plus 1 plus 1 يبقى k plus 2 اهو equal 2. احنا عاوزين نثبت ان ال left hand side ده equal ال right hand side ده. طيب هنمسك ال left hand side ده، هنقول 1 زائد 2 زائد 3 زائد ال k زائد k plus 1. طيب احنا كنا عارفين ان الحد ال k هنا اهو، اهو equal k في k plus 1 على 2 اهو حطيناها، زائد ال k plus 1. طب عاوزين نوحد مقامات،
هناخد الأول الكي بلس 1 من هنا وهنا عامل مشترك، يبقى كي على 2 زائد الواحد. نوحد مقامات يبقى كي بلس 2 على 2، يبقى إذن ده إيكوال الرايت هاند سايد ده اللي إحنا كنا عاوزين نثبته، يبقى إذن إن الكونجكتور ده is true for all values of n. تمام؟ دي طريقة حل المسألة أو أي نوع في مسائل الشابتر ده. طب نيجي المسألة التانية. المسألة التانية Sn equal 1 كيوب 2 كيوب و 3 كيوب والn بتاعت أي عامل فيهم فهو n كيوب. تمام؟ مجموع دول equal n square في n plus 1 الكل square على 4. طيب هنا we must prove، لازم أثبت إن الكونجكتور ده is true لما ال n equal 1. طيب فال left hand side equal right hand side، هنعوض مثلا، فلما كان هنا أول element هنا لما ال n ب 1 فكان ب 1، طب هنا ب 1. طيب assume that ال s n is true for n equal k، هعوض عن كل n بكي. تمام؟ وهاجي في الخطوة الثالثة، لازم أثبت إن لما ال n equal k plus 1 is true. فهو هنا دي برضو ملناش دعوة بيها، أنا هعوض عن ال n ب k plus 1، فهي كانت n كيوب أهي، هشيلها وأحط k plus 1، فأكيد k plus 1 كيوب، فاللي قبلها k كيوب عشان أقدر أحلها، وهشيل هنا أهو ال n square أحط مكانها k plus 1. كل سكوير وان احط مكانها كي بلس 1 بلس 1 فكي بلس 2 على الاربعه. تمام؟ طيب انا عاوز اثبت الليفت هاند سايد ده ايكوال الرايت هاند سايد. طيب يبقى الليفت هاند سايد ده اهو هنمسكه الجزئين، فاحنا كنا واقفين لحد هنا اهو، ده بيساوي كي تربيع في كي بلس 1 تربيع على 4 اهو، وزائد الكي بلس 1 الكل باور 3. تمام؟ طيب هاخد ال k plus 1 الكل تربيع من الطرفين، وهقول k تربيع على 4 ماشي زائد k plus 1 واحدة بس، وهوحد مقامات، وحط مقامات عادي اهو، وحط مقامات اهو عادي. تمام؟ فاحنا هنا k تربيع زائد 4 k زائد 4، دول لما هنعملهم اللي هو قوس أس تربيع، فهنقول كي زائد 2 الكل تربيع، عشان ده فكه هنقول الأول تربيع زائد التاني تربيع زائد 2 في الأول في التاني. تمام؟ طيب فده أهو بيساوي الرايت هاند سايد، ده يساوي ده، فإذا الكونجكتور is true for all values of n. تمام؟ طيب هنكمل إن شاء الله في الفيديو الجاي مثال على نفس الشابتر ده. تمام؟ عشان مش عاوز أكبر من حجم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.